مرحبا طلاب، اليوم راح نشرح موضوع سهل هو الملي إكوافالنت. شنو معنات ملي إكوافالنت؟ ملي إكوافالنت هي الكمية بالمليغرامات اللي يتعادل لي 1 على 1000 من الوزن المكافئ لمادة معينة، هذا الوزن المكافئ مقاس بالجرام. نعيد، الملي إكوافالنت هي كمية مقاسة بالمليغرام تعادل لي 1 على 1000 من الوزن المكافئ لمادة معينة مقاس بالجرام، مع الأخذ بنظر الاعتبار الفالانس. شنو معنات الفالانس؟ الفالانس هو عدد التكافؤ للمعدن أو العنصر الموجود. هذا كل ما بالملي إكوافالنت، ما بي شيء بسيط، وأكثر شيء يعتمد على النسبة والتناسب. هسا نجي نحل سؤال عليه. قلي how many milliequivalent of KCl are represented in 15 مول دوز of 10% weight to volume of KCl إليكزير. مطيني المولكولار ويت. إيش راح أسوي هنا؟ أول شيء أحل هاي سالفة النسبة. أضرب 15 في 10%، أي 10 على 100، معناها إذا أوخر النسبة أخليها 10 على 100، يعني أضرب 15 في 10% حتى أطلع عدد غرامات المادة. طلعت لي 1.5 جرام، 1.5 جرام من المادة. 1.5 جرام يعني شقد؟ يعني 1500 ملغرام. من أحول من كبير إلى صغير أضرب 1.5 جرام 1500 ملغرام. هسا نشوف ليش حولنا للمليغرام. كل واحد ملي إكوافالنت لأي مادة راح يساوي لي نفس الوزن المكافئ إلها بالمليغرام. أعيد، 1 ملي إكوافالنت يساوي 74.5 ملغرام. هذا إذا أنا عندي 1500 ملغرام إكس. أعيد، فد ملاحظة، كل واحد من الإكوافالنت راح يساوي لي نفس الموليكولار ويت بالمليغرام، يعني ما يحتاج أحوله للجرام وأرجع أحوله للمليغرام. هاي الملاحظة، 1 ملي إكوافالنت 74.5. هاي إذا كان شنو؟ مع الأخذ بنظر الاعتبار إنه الفالانس عدد التكافؤ للكي والسي أو 2 هن 1. هنا إذا كان الفالانس 2 لا راح يختلف إذا كان عدد التكافؤ، بما أنه عدد التكافؤ 1 إذا كل واحد من الإكوافالنت هو نفسه الموليكولار ويت، ما راح يختلف. إذا عندي 1500 إيش قد إكس؟ إذا أسويهم بالحاسبة، 1500 تقسيم 74.5 راح يطلع لي 20.1، هو نفسه الجواب اللي موجود بالمصدر، 20.1 ملي إكوافالنت. أعيد السؤال، هنا ما مطيني غرامات مادة، مطيني نسبة مئوية ومطيني 15 مل. بسيطة، أضرب أطلع نسبة الغرامات، حولناها إلى ملغرام، أسهل إنه بالحل. قلنا بما أنه الفالانس 1، دائما انتبه للفالانس، بما أنه الفالانس 1 إذن كل واحد ملي إكوافالنت راح يصير نفسه الموليكولر ويت بالمليغرام. إذا أنا عندي 1500 ملغرام، إيش كم من الإكوافالنت فيها؟ هو طالب قايل لي هم من الإكوافالنت of KCl موجودة بهاي الدوز. أسوي نسبة وتناسب وأطلعها، وها هي ينحل السؤال، إن شاء الله افتهمتوا.